عليكم، صباح الخير على الجميع. اليوم موضوعنا المؤسسة العامة للسكة الحديدية. هي مؤسسة سعودية مسؤولة عن النقل الحديدي في السعودية وتعرف باسم SRO. طرقت فكرة السكة الحديدية في 40 ميلادي في 60 هجري. يسافر الكثير من محطات القطار كل يوم، لكن الكثير ما يعرف تاريخ محطات القطار ولا قيمته التاريخية. أنشأت على يد المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، هذا ما يعرف بالميناء الجاف. الحاجة لإنشاء ميناء تجاري على ساحل الخليج العربي لنقل البضائع من عن طريقه إلى مستودعات أرامكو بالظهر. لو نتكلم عن خط الركاب طوله طبعاً 449 كيلومتر يربط الرياض بالدمام مروراً بالأحساء وبكيك. ولو تكلمنا عن خط شحن البضائع طوله 569 كيلومتر يبتدي من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وينتهي بالرياض مرورا بالأحساء وبقيق وحرب والخرج. محطة السكة الحديدية بالأحساء الأكثر ازدحاما في محطات الشرقية، ويقدر عدد المسافرين بشكل سنوي 1,300,000. موضوعنا ممتع، شكرا على المتابعة.